مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية في الأروقة المصرية، برنامج أسبوعي نناقش من خلاله عمق العلاقات الفلسطينية المصرية. حلقة جديدة نتابع من خلالها العلاقات الفلسطينية المصرية ونتحرى كيفية استنهاض المشروع الفلسطيني واستعادة القضية بقوة إلى المحافل الدولية والعربية من النافذة المصرية. سنناقش اليوم القضية في أروقة الأمم المتحدة والمحافل العربية والدولية من خلال التعرف على الدور المصري في هذا الإطار. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. من الدعم الداخلي إلى الدعم في الساحات الدولية، كانت مصر وظلت حاضرة في الدفاع عن قضية شعبنا العادلة على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولية. لم يقتصر الدور المصري على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، بل دفعت مصر نحو القرارات الصادرة لصالح القضية والشعب منذ القرار الأول رقم 194 الصادر يوم 11 من ديسمبر 48 حتى الجلسة الأخيرة خلال الجمعة الماضية، والتي صوت فيها على رفض الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال. عملت مصر خلال عضويتها غير الدائمة أيضا خلال عامي 2016-2017 على الحفاظ على المرجعيات الرئيسة في تناول المجلس للقضية الفلسطينية، وقد طرحت مصر نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار يعيد التأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي ووفقا لمرجعيات عملية السلام كافة المتوافق عليها دوليا. منذ عهد الزعيم عبد الناصر وحتى وقتنا الراهن كانت فلسطين حاضرة وبقوة في كلمات زعمائها، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته العام الماضي أمام الأمم المتحدة بأن فلسطين هي قضية العرب وأن السلام مرتبط بحقوق الشعب الفلسطيني. عدنا من جديد، أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة الجامعة الأمريكية في القاهرة أيضا، ورئيس وحدة الدراسات الفلسطينية الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور فهمي. أهلا وسهلا بحضرتك. فهمت يعني العلاقات الفلسطينية المصرية علاقات تاريخية توجتها استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني والوعي المصري لخطورة المشروع الصهيوني. كانت مصر دائما داعمة لفلسطين وللقضية الفلسطينية شعبا وقيادة. لو نبدأ من الوقت الحالي ومن ثم نعود إلى الماضي قليلا، هناك اجتماع قادم للجمعية العامة في الأمم المتحدة سيبدأ خلال أيام قليلة من هذا الشهر، وسيكون سيادة الرئيس محمود عباس حاضرا في هذا الاجتماع وسيلقي كلمة خاصة في الأمم المتحدة. كيف تقيم الدعم المصري للسلطة الفلسطينية ولقيادتها المتمثلة بالرئيس عباس في الأمم المتحدة؟ هو طبعا بالتأكيد التحركات المصرية الفلسطينية هترتبط بيه زي ما حضرتك أشرت وتكرمتي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بطبيعة الحال في ترتيبات على المستوى الفلسطيني المصري في هذا السياق. جزء منها هو استشعار القاهرة أن هناك خطر يهدد القضية الفلسطينية، خصوصا بعد الإجراءات الانفرادية اللي قامت بها الحكومة الإسرائيلية سواء في القدس أو في مدينة الخليل، ثم التوقع بأننا سنختار بين السيء والأسوأ في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة يوم 17 سبتمبر الجاري. بالتالي نحن أمام يعني سيناريوهات ربما تكون مفتوحة للتعامل مع تطورات الملف الفلسطيني بأكمله. أظن القاهرة تتحرك في هذا السياق بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة مرتبط بأمرين. الأمر الأول هو إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، والأمر الثاني هو نقل الرسالة عما يجري داخل الأراضي العربية المحتلة. السيد الرئيس سوف يعلن الرئيس أبو مازن رسالته إلى المجتمع الدولي متمثلة في الدعوة للمؤتمر الدولي حول عملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة أن تتحمل الدول الكبرى مسؤوليتها في هذا الإطار، مع التأكيد على المرجعيات الحاكمة لعملية التسوية بين العرب وبين إسرائيل واللي بدأت بصيغة مدريد ومرت بكافة اللقاءات الأخرى. إذن لقاء سبتمبر ولقاء الجمعية العامة هو لقاء مهم
وهناك طبعا تنسيق كبير بين القاهرة ورام الله في هذا السياق. يعني بالتأكيد هناك تحضيرات يعني بين الطرفين، ما أهمية هذه المساندة الفلسطينية خاصة في هذه اللحظات الحرجة التي تشهدها القضية الفلسطينية يعني شعبا وقيادة على كل المستويات؟ أنا في تقديري أنه أهم يعني نقطة في هذا السياق والتنسيق المصري مع الجانب الفلسطيني هو نقل ما يجري داخل الأراضي العربية المحتلة. ما يجري اليوم ليس مجرد حضرتك إجراءات متعلقة بعمليات التهويد المستمرة أو اقتحامات المسجد الأقصى أو اقتحامات المسجد الإبراهيمي أو نقل رسائل للداخل الإسرائيلي، هذه أمور معتادة كما تعلمي في الساحة الإسرائيلية، لكن الجديد هو الإجراءات التي تتخذ على الأرض في هذا التوقيت. هناك مخطط كامل إسرائيل أعلنته على سبيل المثال في مدينة القدس عرض باسم 2050، وهي خطة استكمال لخطة تهويد القدس 2020. فأنت أمام سيناريوهات مفتوحة تتعلق بالتغيير الديموغرافي للأرض، وبالتالي القضية ليست استيطان يبنى في مناطق معينة وأحزمة الاستيطان الشيطانية حوالين هذه المدن وغيرها، لكن هناك مخاطر من تصفية القضية الفلسطينية في هذا التوقيت. لسنا في حاجة أن يعني نذكر العالم أن هناك شعب له حقوق كاملة ويجب أن يكون هي حقوق مشروعة، لكن أن نظل كدول عربية في انتظار ما تمن علينا الإدارة الأمريكية بطرح مقاربة سياسية جديدة لعملية السلام والتسوية، وأن ندخل في تفاصيل هذا استقال هذا أقيل وإعادة تجديد الفريق الأمريكي، أعتقد هذه أمور يجب الانتباه إليها. الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسالة مهمة على المستوى المصري والفلسطيني، التنسيق العربي مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة بضرورة أن يكون هناك اتفاق حول ما يجري بالنسبة للتعامل مع الجانب الإسرائيلي. الجمعية العربية عليها دور، يعني الجمعية العربية لها دور مركزي في هذا. اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب ينقل رسالة بطبيعة الحال مرحلة إلى اجتماع الجمعية العامة بضرورة أن يكون هناك مسؤولية جزء منها سياسية وإنسانية. يعني نحن اليوم نمر في وقت حرج، هناك الكثير من السيناريوهات الصعبة يشهدها العالم ما بين يعني قرارات الإدارة الأمريكية اللامبالية بالقضية الفلسطينية وبين الانتخابات كما ذكرت الإسرائيلية القادمة خلال أيام وتحولات إقليمية مفاجئة أيضا في المنطقة. برأيك كيف يمكن دكتور يعني تطوير العلاقات الفلسطينية المصرية التي هي ركيزة بالدرجة الأولى لمواجهة هذه التحديات وهذه الخطورة؟ القاهرة خلال سنوات يعني عديدة نجحت في ترتيب الأولويات الفلسطينية المصرية في هذا الإطار، جزء منه مرتبط بدعم السلطة الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية وترجمة ما أقوله إلى إجراءات حقيقية. يعني لابد أن يكون هناك تنسيق مرتبط بالعملية الدبلوماسية في الجمعية العامة، ده رقم واحد. اثنين، أن يكون هناك موقف عربي يستند على أسس التعاون المصري الفلسطيني في هذا السياق. هل ممكن الدول العربية وعلى رأسها مصر يعني الضغط على القائمين على الجمعية العامة وهذه الاجتماعات في الأمم المتحدة الضغط عليها في اتجاه دعم الحقوق الفلسطينية واستعادة القضية؟ لابد أن يحدث التنسيق المصري الفلسطيني على المستوى العربي، لأن هناك مواقف عربية. يعني نبدأ من البيت العربي بالضبط، يعني عربيا، ودعيني أصارحك أنت أمام مواقف عربية متعددة، بمعنى أنه هناك بعد ما جرى في مقاربة المنامة كانت هناك طبعا أمور متعلقة يعني. فبالتالي لابد أن توحدي الموقف العربي على الأقل على الحد الأدنى من الاتفاق. لازلنا كدول عربية نتحدث عن المشروع العربي الوحيد والمبادرة العربية لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمبادرة التي أطلقتها السعودية وبيتم التجديد عليها حضرتك، لكن المطلوب بقى أن حضرتك تبلوري وتطوري الموقف العربي وتخرجي من الدائرة الضيقة اللي هي فكرة المبادرة العربية إلى أفكار ربما تكون أكثر تحررا، بمعنى أنه الدول العربية تطرح فكرة إمكانية تجميد بعض بنودها للمبادرة العربية إلى حين يتم طرح سياسي في الساحة السياسية الإسرائيلية، لأن احنا سنتعامل
أنا بطبعي متفائل، لكن ما ستجري عليه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة نحن نختار زي ما قلت بين سيء وأسوأ، فبالتالي القضية مرتبطة بأنه الفريق القادم في الحكومة الإسرائيلية لن يكون يعني يملك أنساق عقيدية فكرية إيجابية تجاه التطورات في الإقليم. الآن في نفس التوقيت اللي بنتحدث فيه هناك مهددات على الأمن القومي للدول العربية بأكملها، فبالتالي هنا يضرب في سوريا، يضرب في العراق، يضرب في لبنان، إذن الخطر واحد، وبالتالي على الدول العربية أن تصيغ رؤية موحدة أو مقاربة عربية موحدة للتعامل مع هذه المهددات. القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية الرئيسية والقضية رقم واحد في جدول أعمال العالم العربي وليس رقم اثنين أو ثلاثة. بس كيف يمكن لمصر أن تقوم بهذا التنسيق العربي من أجل القضية ويعني لإنقاذها وحماية المقدسات، ونحن الآن نرى يعني الزيارات الاستفزازية للإسرائيليين ورئيس الحكومة تحديدا نتنياهو الذي يعني زار الحرم الإبراهيمي على مرأى ومسمع الجميع دون أي ردود أفعال واضحة، على عكس ما حصل في 2000 بالزيارة الاستفزازية أيضا لشارون في السابق. هذا المثال يعني أعتقد أن أنت حضرتك يعني طرحت سؤال غاية في الأهمية. ردود الفعل العربية وقتها عملت لصالح القضية الفلسطينية. نتنياهو نفسه وشارون حينما قاموا بهذه الزيارة وقتها كان هناك ردود فعل عنيفة في الشارع العربي، وكانت هناك احتجاجات وكانت هناك انتفاضة وما إلى ذلك. إنما الذي قام به رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو خلال الأيام الأخيرة حاولت أنه يتواجد وينقل رسالة ومع عدد من الوزراء، وكأنه يقول أنه يخترق هذه الأمور، ويمكن هو قال عبارة ضمان بقائه السياسي أيضا يعني بالضبط. طبعا في جزء مزايدة انتخابية، لكن الأهم هو ما قاله أننا لن نخرج من الجليل ولن نخرج من مدينة الخليل وما يجاورها، وأننا موجودون هنا إلى الأبد، لأنه أنت تعلمي في قوة دولية وقفت بعد الحادثة الشهيرة والتي وقعت في الحرم الإبراهيمي وأفعال المستوطنين اليهود، يتطلبوا في هذا التوقيت أنه وضع المراقبة الدولية. الحكومة الإسرائيلية عايزة تطرد هذه العناصر، وطبعا دي مشكلة تحت اليو إن، فبالتالي إسرائيل بتناور فيها. لكن خليني أقول أنه الجانب الآخر وهو الجانب الفلسطيني المصري العربي مطالب بمواقف محددة، لأنه الملف المقدسات الإسلامية، وأنا حكون صريح وأمين مع حضرتك، تتنازع أطراف دلوقتي في هذا التوقيت. الأردن هي التي مفترض أنها مسؤولة عن الاتفاق الثلاثي الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن كوصية على المقدسات، وجزء من هذا مرتبط بالعرش الهاشمي، وجزء منه مرتبط بالشرعية وتفاصيل كثيرة. وبالتالي الجانب الفلسطيني ربما يتفهم جيدا أن وضع المقدسات الإسلامية وديعة لدى الطرف الأردني أو أي طرف آخر. الدور المصري هنا أن القاهرة لها مصداقية في الحديث مع الأطراف المختلفة باستثناء طبعا تركيا، وبالتالي عند حضرتك حرية الحركة كمصر في إعادة تقديم هذا الملف إلى المجتمع الدولي، لأنه ما يجري في مدينة القدس وما يجاورها هو مساس بكافة ليس الاتفاق الثلاثي لكن بكل المعطيات المتعلقة بعملية السلام والمرجعيات الدولية. القاهرة هنا تتحرك من منطلقات دينية ومنطلقات سياسية واستراتيجية، أي أطراف أخرى لها مصالح ربما تبدو متناقضة مع هذا الموقف. نعم. طيب ماذا عن يعني في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانيها الشعب الفلسطيني والقيادة أيضا بسبب الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، يعني ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه أو تقوم به مصر لتحريك المياه الساكنة فيما يتعلق باتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة سنة 1994؟ يعني خلينا أقول أنه الإجراءات ممكن مصر تحرك هذا الملف وتساعد فلسطين اقتصاديا. طب خلينا أقول نقطة مهمة جدا، أنه في البداية الأساس في هذا الاتفاق أن احنا بنسميه الأسلو الاقتصادي، وده نسخة معدلة من النسخ اللي تم مناقشتها، فرنسا وسيط فيها عشان كده احنا بنسميها اتفاقية باريس. الطرف الوسيط ده من المفترض أن السلطة الفلسطينية إذا رغبت أو إسرائيل إذا رغبت في إجراء أي تعديل في البنود الرئيسية الحاكمة في التكست في باراجرافات في ملاحق، إن ترجع
وتخطر قبل 6 شهور ويتم التعديلات والتغييرات اللي فيها. ده الآلية القانونية الموجودة في النص. كل الإجراءات اللي اتخذتها السلطة الفلسطينية طوال الأشهر الماضية رفضت تماما إسرائيليا. يعني طرح إسرائيليا وفلسطينيا إن احنا نبدأ مفاوضات، فبدأتها السلطة الفلسطينية، وكانت يعني مفاوضات متخصصة فنية تقنية. النهاية تم تعديل بعض المتحصلات للي ياخدها الجانب الفلسطيني لمواجهة الأزمة المالية. لكن في البداية في تربص بالسلطة الفلسطينية رقم واحد، في قطع للمساعدات، في غلق لمكتب فتح في واشنطن، في تقييد لحركة الدبلوماسيين الفلسطينيين في الخارج. كل دي إجراءات لا يقرها القانون الدولي ولا اتفاقيات جنيف. بمعنى أنه حينما تمسك السيد الرئيس محمود عباس بالموقف التفاوضي للجانب الفلسطيني وأنه لن يكون هناك تفاوض بهذه الصورة إلا وفق شروط ومعطيات دولية، الضغط المباشر كان من الإدارة الأمريكية بهدف تطويع الموقف السلطة الفلسطينية ومحاولة تصدير أزمة ليها. الأزمة بدأت بأمرين. الأمر الأول تكفيف منابع ما جرى في الوكالة في قطاع غزة والوكالة الدولية، وبالتالي بهدف بالضبط في القطاعات المؤثرة. يعني هم اختاروا قطاعات، وتكفيف المنابع المباشرة ده مهم يفصل لحضرتك كيفية التعامل الأمريكي الإسرائيلي في هذا التوقيت. ثم بقى التهديد بالخروج من المنظمات الداعمة. طبعا انت تعلم انهم خرجوا من اليونسكو وكان هناك مواقف دولية مختلفة. النهاردة حضرتك نقطة من أول السطر، السلطة الفلسطينية لا ترفض إجراء حوارات مع الإدارة الأمريكية كما هو شائع، لكن هناك شروط واضحة حددتها السلطة الفلسطينية وأعلنها الرئيس أبو مازن أكثر من مرة والتزم بها تجاه الإدارة الأمريكية. لكن هذه الإدارة الأمريكية الغير ملمة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وغير مدركة لتبعات الصراع رفضت الاستجابة لعملية المفاوضات. المطالب الفلسطينية مطالب مشروعة. ليه؟ لأنه حينما يطالب السيد الرئيس أبو مازن بتوسيع دائرة المفاوضات، ندخل أطراف أخرى، تدخل موسكو، يدخل الاتحاد الأوروبي، يدخل كذا، اللي هي الرباعيات الدولية لو صح التعبير، تمام؟ يعني دول قد تكون أكثر حيادية، أكثر حيادية لأنه أنت أمام طرف أمريكي، يعني آسف إن أنا أقول منحاز بصورة كبيرة، وأصبح وسيط غير نزيه. الإجراءات التي اتخذت تجاه وضع مدينة القدس، نقل السفارة، الإجراءات الخاصة بدعم الجانب الإسرائيلي في كل ما يعلنه من خطاب سياسي وإعلامي بضم المستوطنات كما تعلمي، والتركيز على الترتيبات الأمنية والسياسية، ثم الجولان أيضا والمزارع اللبنانية. فأنت بتتكلمي على إدارة أمريكية غير ملمة بتاريخ الصراع، وبالتالي تريد أن تصدر أزمة للمفاوض الفلسطيني وحصاره في دائرة محددة. لماذا أشرت إلى أن السيد الرئيس أبو مازن هيقول في كلمته في الجمعية العامة أنه لابد أن ينعقد مؤتمر دولي؟ لأنه كان هناك مؤتمرين، مؤتمر موسكو للسلام الشرق الأوسط ولم ينعقد، وده دعت إليه موسكو من سنوات طويلة، ومؤتمر آخر هو مؤتمر باريس فرنسا عقدته ثم خربته الإدارة الأمريكية وإسرائيل وأفشلته بصورة أو بأخرى. إذن كل هذا الأمر بطبيعة الحال مرحل إلى الأمم المتحدة باعتبارها هي التي من المنوط بها مناقشة هذا الأمر. أنا أذكر الرئيس أبو مازن عليك تذكرين حينما قال ليس بعد مجلس الأمن شيء، يعني إحنا استنفذنا كل هذه الأمور وبالتالي عليكم أن تقرروا قانونية، يعني احترام للقوانين الدولية بالتأكيد والموافية. بالتأكيد. وطبعا هناك أفكار يعني أعتقد أنها في إطار الأوراق التفاوضية للسلطة الفلسطينية. على رأسها أنا في تقديري تقدم السيد الرئيس محمود عباس بطلب وضع الأراضي العربية المحتلة تحت الحماية الدولية أو ما يسمى نظام الائتمان الدولي للحفاظ على وضع الأراضي بهذه الصورة، لأن الأرض تهود، وزي ما قلت لحضرتك عملية الاستيطان الرأسي والأفقي شغالة، وبدأوا يتكلموا مع حضرتك في مخطط 2050. كل دي إجراءات إسرائيل حضرتك بتستثمر في الموقف الأمريكي خير استثمار، وبالتالي علينا أن نوقف هذه الإجراءات، علينا أن نحبطها، لأنه البدائل قد لا تكون لصالحنا كعرب وفلسطينيين. طب ماذا عن ما يسمى يعني محاولات أو صفقة القرن؟ لو تحدثنا عن الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة ربما تكون ذات خصوصية، خاصة بعد فشل واشنطن في تمرير ما يسمى صفقة القرن، هل ترى أن كلمة مصر والعرب ستكون مختلفة، ستكون أكثر تأثيرا
في صالح فلسطين ضد تمرير أو العمل على يعني صفقة القرن؟ أنا في تقديري حضرتك إنه صفقة القرن أو مشروع السلام الأمريكي للتسوية مؤجل إلى حين. لكن هبدأ من موقف مصر. موقف مصر كان في البداية موقف مباشر ورافض، ولكننا اتبعنا أساليب دبلوماسية كما تعلمي. جولات كوشنر وفريق المفاوضين جاء للقاهرة أكثر من مرة وحاول تعريب المقاربة اللي هو كان بيطرحها. لكن أنا عايز أقول إن إحنا قدامنا، أنا شخصيا كباحث أكاديمي، أربع نسخ من صفقة القرن، يعني أربع مشروعات تم تعديلها، وفريق المفاوضين بقيادة، لكن الأهداف واحدة، الأهداف واحدة، والفريق المفاوضين أظن إنه اطلع على تفاصيلها، ولهذا رفض السلطة الفلسطينية منذ البداية هذا المشروع. يعني البعض يقول طب الجانب الفلسطيني رفض، لا، الفلسطينيين اطلعوا على هذا. أنا أظن إن الفريق الموجود كان في أمريكا وقتها ويعني اطلعوا على التفاصيل الخاصة بها. عايز أقول نقطة مهمة، إن رفض القاهرة انطلق من أمرين. الأمر الأول إن مصر بترفض هذا المشروع لأن مصر تدعو إلى دولتين وعاصمة للكيان الفلسطيني في القدس الشرقية، وده الأساس. طب التاني كان إيه؟ التاني إن الإدارة الأمريكية قال الرئيس الأمريكي في مداخلاته إنه يمكن أن نصل إلى هذا باتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين، وطبعا بيتكلموا على تفاهمات أمنية في منطقة غور الأردن، بيتكلموا على ترتيبات استراتيجية طويلة المدى. القاهرة رفضها جاي من حاجة مهمة قوي، عنوانها انه لا يمكن ان حضرتك تسقطي ثوابت ومعطيات القضية الفلسطينية سواء على مستوى القرارات او المواقف او التوجهات، لانه اذا كانت هذه الادارة غير ملمة بتاريخ الصراع. عايز اقول لحضرتك نقطة مهمة قوي، الرئيس الامريكي ترك الصراع العربي اسرائيلي وهو اعقد صراع في العالم، اعقد صراع في العالم حتى هذه اللحظة، الى فريق مفاوضين بالظبط واطول. ترك ده لمين حضرتك؟ لاربعه من وزير الخارجيه والذي استقال جرينبلات وكوشنر وديفيد فريدمان، وادخل شخص لم يكتمل عمره 30 عام لسه ما عرفش يعني ايه القضيه الفلسطينيه ضمن هذا الفريق، وترك هذا الامر للجانب الجانب المفاوضين في حين هو تفرغ لكوريا الشمالية وإيران والحروب التجارية مع الصين واليابان. فعايز أميز بين ده وده، واضح وغير مبالي تماما، غير مبالي بالضبط وغير مكترس تماما بهذا، ولم ينصح. لكن أنا عايز أحذر من نقطة مهمة وهو ظهور شخص ديفيد فريدمان. فريدمان هو ليس سفيرا بمعنى سفير، هو مستوطن كما تعلمي، وهو مقيم في حي طلبية الشرق، ولديه رؤية سوداوية في التعامل مع الأمور، وهو المهندس الصفقة يعني إذا تمت بهذه الصورة. في جدال لازم أشير إليه بين مراكز صنع القرار في أمريكا، بين الخارجية الأمريكية والسي آي إيه، وما بين البيت الأبيض وفريق المفاوضين حوالين توقيت إطلاق المشروع. المشروع اللي عد الأربع مرات حضرتك كنسخ مختلفة، اليوم في مشكلة، يعني كيف يمكن أن يتم، كيف يمكن أن يعلن، كيف وما هو توقيت إطلاقه؟ هل بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة، ولا بعد الإدارة الأمريكية ما تخلص موضوع الانتخابات؟ لأن الوقت بيمر وإحنا في يناير المقبل 2020 هنبدأ الانتخابات الأمريكية، فبالتالي هتبقى في أولويات مطروحة. الأخطر أنا بقى في تقديري حضرتك أن أنت تتعاملي كسياسة رد الفعل، فبالتالي القاهرة ورام الله تتحرك في هذا الاتجاه، وهو وضع الأمور دائما على الطريق الصحيح، بمعنى أنت حضرتك لازم تحذري وتنبهي من كل ده في الجمعية العامة. وأنا أظن أن مصر وحدها من وسط الدول العربية اللي يخص رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في كلماته في الجمعية العامة، كل الكلمات الأربع كلمات اللي ألقاها السابقة تأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولتين وتكون عاصمتها القدس. وبالتالي موقف مصر هنا موقف مباشر وواضح وداعم للجانب الفلسطيني. لكن خليني أحذر من خلال حضرتك إن إحنا لا نريد أن نعطي لإسرائيل شيكا على بياض، بمعنى إنه هذا الشيك اللي على بياض هو جزء مرتبط ببعض الدول التي تريد أن تتعجل في إتمام مشروعات تعاون إقليمي مع الجانب الإسرائيلي. ما يسمى بالتطبيع. يعني التطبيع هم بيسموه التعاون الإقليمي، وطبعا في مشروعات خاصة يعني إسرائيل الآن حضرتك تسعى إلى إتمامها، زي مشروع قضبان السلام، زي إنشاء مراكز تنبيه مبكر بين الطرفين،
مصارف اقتصادية ومالية، يعني في أفكار شيطانية إسرائيلية كثيرة يعني، بالتالي ونقل لوجستي وربط خطوط أنابيب وغاز بين إسرائيل وبين الدول العربية، كل دي أفكار تخدم إسرائيل تحت مسمى تديله عنوان حضرتك اسمه السلام الاقتصادي بديل عن السلام السياسي، وهنا مكمن الخطورة. الصراع في الإقليم حضرتك وفي المنطقة هو صراع سياسي، والقضية في غزة قضية سياسية وليست إنسانية، لكن يغطى في بعض الأحيان، هذا أمر غير صحيح، هذا ساتر أمني وإعلامي تقدر تقوليه ده، لكن الأساس في تاريخ الصراع ده وهو أعقد صراعات العالم هو بالتأكيد هو الصراع العربي الإسرائيلي، بالتالي السلام السياسي هو الذي سيأتي بالسلام الاقتصادي وليس العكس. يعني حضرتك ما تقوليش إن السلام الاقتصادي هو الذي يمكن أن يأتي بالسلام السياسي، لا، كل مشروعات التعاون التي طرحت في المنامة وطرحت بالتفاصيل، عايز أقول لحضرتك إنها عرضت من قبل في مؤتمرات طبعا. في التسعينات في كازابلانكا وفي الدوحة وفي القاهرة يعني. وفي عمان طرحت في مؤتمرات رسمية وقدمت مشروعات كاملة في هذا الإطار ولم تنجح، خلي بال حضرتك المشروعات دي قدمت في التسعينات ومشروعات كبيرة. اللي حصل في المنامة نفس الأفكار وتم إعادة تدوير دورها، وبالتالي علينا أن لا نقلق كفلسطينيين وعرب ومصريين في السياق ده إن هم هتقدر تفرض مشروع تسوية. ليه بقى؟ لأنه عايز أقول نقطة أخيرة في هذا السياق، إنه لن تنجح الإدارة الأمريكية في وضع مشروع تسوية على حضرتك أن تنفذيه مرة واحدة. ليه؟ لأنه مصر والأردن، مصر فوضت في كامب ديفيد ووضعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وثيقة التفاوض لم تفرض عليها، وفي وادي عربة مع الأردن نفس الكلام، وبالتالي أن أنت حضرتك تضعي مشروع من أعلى على الأطراف المعنية وتقول أن الإدارة الأمريكية مقضبها يعني لن يقبلها أحد وستكون تجربة فاشلة. وحذر سفيرين مهمين لازم أقول اسمهم، مارتن إنديك ودينيس روس، وهم من هم حذروا الرئيس الأمريكي. دكتور الأمريكي يعني بنهاية حلقتنا بعتذر أنه خلص الوقت، يعني بشكر حضرتك دكتور طارق فهمي على كل هذه المعلومات والتحليلات فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الفلسطينية. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك فندم. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة في فلسطين وفي كل مكان في العالم، أراكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة انتظرونا، إلى اللقاء.